بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أخواتي نقول لكم السلام عليكم، واش راكم الأخوات البنات؟ إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جيتكم بوصفة تاع معجون تاع التوت. فوالا البنات، هاو التوت، هاهو هاني خلطت له السكر. دوك نعطيكم الكميه ان شاء الله. هذا هو التوت البنات، هاهو هاو التوت الكحل. ندير زوج كيسان توت، زوج كيسان هادو تاع التوت، وندير كاس ونص تاع السكر. زوج كيسان توت وكاس ونص تاع السكر، هاهو نبيتهم يا البنات. نخلط هاهو باش تشوفوا، نخلط السكر مع التوت ونبيتو، غير السكر والتوت، ما ندير لا ما لا والو، ونبيتهم هذيك الكميه اللي وريت لكم، نبيتهم في الماء في كاسرونه وحدهم، هو يطلق الماء، هو وحده يطلق الماء عفوا. هاهو والصباح كي نط درتو يغلي، حطيتو ابتي فو، درتو نار قليله يا البنات ودرتو يغلي. كي غلى بالطبع ولا يرغون مدة تقريبا ساعة وهو يطيب في النار قليلة. هاهو يا البنات، من بعد نحيته من النار ودرت له، خليته في الكاسرونة يبرد. كي يبرد البنات هاهو طحنته، وهاو كيفاش ولا، هاو باش نوري لكم. هاهو البنات، هاهو كيفاش ولا، هاو ولا معجون. هاهو البنات، هاو البنات، هاهو البنات، هاو كيفاش ولا، ها ولا معجون يا البنات، ما فيه لا ما لا والو، هو على الماء تاعو تلق. هاهو البنات، هاهو كيفاش ولا، هاهو ولا معجون. هاهو البنات، ها ما فيه لا لون ولا والو يا البنات، هذا هو اللون تاعو الطبيعي، ما فيه اوكان برودوي، ما درت له حتى حاجه، حاجه طبيعيه. توت بالسكر الكيل، نعاود لكم، زوج كيسان تاع التوت وكاس ونص تاع السكر، تخلطيهم وتبيتيهم هكذا، يبات هكذا في السكر. الصباح تصيبيه بالماء تاعو، ديريه يغلي، هاهو كي يغلي يبرد تطحنيه، هاهو ولا معجون. هاهو البنات، فوالا البنات، هذه هي وصفتنا تاع اليوم. نتمنى ان شاء الله تكون تعجبكم. ما تنسونيش ان شاء الله بجام، وما تنسوش تدعموني في الـ في الـ في الـ في القناه تاعي. يكثر خيركم يا البنات، وربي يحفظكم وربي يجازيكم خير الجزاء. وان شاء الله راني تجيكم بوصفه جديده، لان الاخوات حبوا المعجون تاع التوت. بيسكرانا هنا في بريطانيا الوقت تاع التوت، راني درت لكم الواسمو، وان شاء الله من بعد ندير لكم لي غلاس لا كريم بالتوت. ان شاء الله نزيد نوري لكم الوصفه تاع لاكريم، وان شاء الله نقول لكم صيامكم مقبول، العشرة ذو الحجه ان شاء الله عيدكم مبارك، ان شاء الله عواشركم بالصحه والهنا كما يقولوا تاع البلاد الجزائريات المغربيات والجزائريات. ان شاء الله نحييكم، احنا خاوه خاوه، ماناش عداوه، ما كانش بيناتنا عداوه. ان شاء الله نحيي كل الاخوات المغربيات اللي راهم دايرين قناه تاع الكاطو تاع الوصفات هكذا. ان شاء الله نحييكم ونقول لكم واصلوا ان شاء الله، ربي يحفظكم، والجزائريات كذلك، وكل اخوات بفرنسا، بالجاليه المقيمه بفرنسا وببريطانيا، وكل الاخوات نقول لكم داخل الوطن وخارج الوطن، صحه واشركم. ما تنساوش ذكر الله، الصلاه على النبي، وربي يحفظكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.